أهلا بكم في سلسلة من أمجاد الجزائر، الشهيد محمد الأمين العمودي. دق الجرس ففتح الحارس باب المتوسطة ودخل التلاميذ بهدوء وانتظام. سارع بعضهم نحو لوحة المعلقات وتجمعوا حولها. سأل ماهر يزيد: ما الجديد في لوحة المعلقات يا يزيد؟ يزيد: إعلان جديد؟ لا، لابد أنه إعلان مهم. إعلان حول تكوين النواة الثقافية والرياضية بالمؤسسة التي ندرس فيها؟ أسمعني يا يزيد، فإنني لم أتمكن من قراءة الإعلان. تعلن إدارة المتوسطة عن إنشاء النواة الرياضية والثقافية لهذه السنة الدراسية، وكل تلميذ يرغب في التسجيل يمكنه ذلك. وما هي النوادي يا يزيد؟ يزيد: نادي المكتبة ونادي الرسمي ونادي الإعلام الآلي ونادي الموسيقى والنادي العلمي والنادي الرياضي. وقبل الدخول إلى القسم سأل يزيد ماهر: ما هو النادي الذي ستسجل فيه يا ماهر؟ كلها نوادي جيدة وكل الأنشطة مفيدة يا يزيد، لكني أحب نشاطا آخر لا يوجد ضمن النوادي التي أنشأتها إدارة المتوسطة. وما هو هذا النشاط يا ترى؟ أنا أحب كل الأنشطة يا يزيد، لكنني أحب المسرح أكثر وأرغب أن أكون عضوا في فرقة مسرحية. دخل التلاميذ القسم، وبعد انتهاء الدروس بدأ الأساتذة في تسجيل التلاميذ في قوائم النوادي، كل تلميذ حسب رغبته. لكن ماهرا لم يسجل اسمه، فتعجب أستاذه من عزوفه عن تسجيل اسمه وقال له: لماذا لم تسجل في أحد النوادي يا ماهر؟ فالأنشطة الثقافية والرياضية مهمة ومفيدة. أعرف يا أستاذي أن هذه الأنشطة مهمة جدا وأحب ممارستها، لكني أرغب في النشاط المسرحي. لا يوجد ناد للمسرح بالمتوسطة، لكن يمكنك أن تتصل بدار شباب ففيها فرقة مسرحية نشيطة. شكر ماهر أستاذه، وعند رجوعه إلى المنزل أخذ الإذن من والده وذهب إلى دار الشباب، واتصل برئيس الفرقة المسرحية وطلب منه أن يقبله عضوا فيها. فرحب به رئيس الفرقة ورافقه إلى حيث يوجد بقية الأعضاء، ولما وصل قال: أقدم لكم العضو الجديد من فرقتنا وأطلب منه أن يعرفنا بنفسه. نعم، اسمي ماهر، أدرس في متوسطة 20 أوت 1955 في السنة الأولى من التعليم المتوسط، ويسرني أن أنضم إلى فرقتكم. أعيد ما كنا قد تكلمنا فيه من قبل، حتى يطلع على ذلك العضو الجديد، موضوع الجلسة هو التفكير في نص مسرحي حول إحدى شخصيات الإصلاحية استعدادا للاحتفال بيوم العلم، وقد تركتكم تتشاورون، فماذا اخترتم؟ ياسين: سيدي، لقد اتفق كل الأعضاء على اختيار شخصية محمد الأمين العمودي. ولماذا اخترتم محمد الأمين العمودي بالذات؟ هذه الشخصية لها تاريخ في الحركة الإصلاحية، كان عضوا نشيطا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. نشارك جميعا في كتابه النص المسرحي، ثم نلتقي يوم الخميس المقبل لنختار أحسن النصوص المحررة، ومن وصل منا إلى إعداد نص مقبول سنعتمده. بدأ ماهر بالبحث عن المعلومات مستعينا بكتاب عثر عليه بمكتبة والده يتحدث عن شخصية محمد الأمين العمودي. قرأه عدة مرات لكنه لم يتمكن من كتابة النص المسرحي. في يوم الخميس طلب رئيس الفرقة من الأعضاء أن يذكروا ما توصلوا إليه في البحث حول شخصية محمد الأمين العمودي، فلم يتكلم أحد منهم. التفت إلى ماهر وقال: هل لديك محاولة في الموضوع يا ماهر؟ لقد عجزت يا سيدي ولم أستطع كتابة النص بمفردي، فقد اكتشفت أن شخصية محمد الأمين العمودي متعددة الجوانب، فهو مناضل وطني ومصلح وشاعر ومترجم وصحفي، يمكنني أن أكتب في جانب من هذه الجوانب. يجب أن نتعاون ونقسم العمل، فكل عضو يكتب في جانب محدد من شخصية محمد الأمين العمودي، على أن يكون تقسيم العمل على النحو الآتي:
محمد الأمين العمودي، مولده وتعلمه من نصيب ماهر. محمد الأمين العمودي المناضل من نصيب ياسين. محمد الأمين العمودي المصلح من نصيب سعيد. محمد الأمين العمودي الشاعر من نصيب ياسر. محمد الأمين العمودي الصحفي من نصيب عبد الكافي. محمد الأمين العمودي الشهيد من نصيب الزهراء. وأوصيكم بالتعاون فيما بينكم، فمن وجد معلومة حول جانب من هذه الجوانب يقدمها إلى زميله المكلف به، ولكم من الوقت 20 يوما. حضر الجميع في الموعد وعلامات الرضا والارتياح بادية على وجوههم، فما أروع أن يقوم الإنسان بواجبه على أكمل وجه. أخرج ماهر من حافظته دفترا جميلا ثم قرأ ما يلي: ولد الشيخ محمد الأمين العمودي سنة 1890 بوادي سوف وسط عائلة فقيرة ومحافظة. توفي أبوه وهو صغير، فكفله عمه العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن العمودي الذي تعلم على يده القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية. وعندما وصل سن الدراسة التحق بالمدرسة الرسمية الفرنسية الوحيدة بوادي سوف آنذاك، فحصل على شهادة الابتدائية، ثم التحق بمتوسطة بسكرة لكنه طرد منها. وعند بلغ سن السادس عشر تقدم إلى امتحان الدخول إلى المدرسة الفرنسية الإسلامية التي أنشأتها الإدارة الاستعمارية لتكوين القضاة والمترجمين والوكلاء الشرعيين بكل من قسنطينة والعاصمة وتلمسان، فحصل العمودي بمدرسة قسنطينة على شهادة وكيل شرعي. أنهى ماهر قراءة ما كتب، فصفق له زملاؤه وشكره رئيس الفرقة على مجهوده. أخذ ياسين مكان ماهر وقال: إن الثقافة الواسعة التي اكتسبها الشيخ محمد الأمين العمودي جعلته يرى الأشياء بمنظار الحق ويثور على الظلم ويدعو إلى المساواة بين الفرنسيين والجزائريين، لأن الواقع كان على عكس ذلك، فالإدارة الفرنسية كانت تطلق اسم الأهالي على الجزائريين وتعتبرهم مجرد رعايا، وهذا ما كان يقلق بال العمودي وغيره من المثقفين الجزائريين. لذلك ظل يناضل بكل ما أسي من قوة من أجل الدفاع عن الكرامة والحفاظ على مبادئ الشعب الجزائري وقيمه كاللغة والدين والتاريخ. كان للشاب محمد العمودي موقف واضح من المستعمر الفرنسي يتمثل في فضح أفعاله وتوضيح أهدافه الخفية والمعلنة لضرب مقاومات الشعب الجزائري. ظهر هذا الموقف في مقالاته الصحفية وأعماله الأدبية والشعرية ونشاطه في جمعية العلماء المسلمين. جاء دور سعيد فأخرج دفتره وتقدم إلى المنصة وقال: سأتحدث من هذا المحور عن محمد الأمين العمودي المصلح. كان الشيخ يعتني كثيرا بالإصلاح قبل ظهور جمعية العلماء المسلمين، فهو الذي دعا على صفحات جريدة الإصلاح لصاحبها الطيب العقبي سنة 1930 إلى تأسيس جمعية دينية يلتقي فيها العلماء والمفكرين الجزائريون، يكون منهجها الإصلاح وأساسها الدعوة إلى الإسلام الصحيح. وفي 5 ماي 1931 انعقدت جمعية عامة بنادي الترقي بالجزائر العاصمة، حضرها عدد كبير من العلماء. كان محمد الأمين ضمن وفد ناحية بسكرة مع الشيخين الطيب العقبي والشاعر محمد العيد آل خليفة، وقد نتج عن هذا الاجتماع تأسيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وانتخاب محمد الأمين العمودي كاتبا عاما لها، لأنه كان يتقن اللغة العربية والفرنسية، فأدى مهامه بعد ذلك في هذا المنصب خير أداء. كان من المشاركين في المؤتمر الإسلامي الذي انعقد يوم 7 جمان 1936. لما جاء دور ياسر ليتحدث عن العمودي الشاعر قال: بدأ الشيخ العمودي في نظم الشعر منذ كان طالبا، وكان شعره آنذاك يصور حياة البؤس والشقاء التي كان يعيشها الجزائريون، كما عبر عن ذلك في إحدى قصائده التي يقول فيها: نفسي تريد العلا والدهر يعكسها بالقهر والظلم، إن الدهر ظلام. ثم تحول الشيخ إلى شاعر الاجتماع الساخر رافضا الخرافة وداعيا إلى وحدة الشعب الجزائري ورفض الاستعمار.
رجع ياسر إلى الخلف على تصفيقات زملائه وحل مكانه عبد الكافي، فتحدث عن العمود الصحفي قائلا: كانت بدايته مع الصحافة سنة 1925، كان يتحدث بالعربية والفرنسية أغلب صحف النهضة في مثل جريدتي النجاح والإقدام. فلما جاء دور الزهراء قالت: أتحدث عن العمود الشهيد. عند اندلاع الثورة التحريرية المظفرة كان يتابع ما يكتب عنها باللغة الأجنبية ويترجمه إلى اللغة العربية ليطلع عليه زملاؤه الذين لا يتقنون اللغة الفرنسية. طلبت منه السلطات الاستعمارية أن يقدح في الثورة والثوار، لكنه رفض ذلك، مما جعل المستعمر يضمر له الشر، ولا سيما بعدما شك أنه هو الذي ترجم لائحة مطالب جبهة التحرير الوطني التي قدمت إلى هيئة الأمم المتحدة. ونتيجة شك الإدارة الاستعمارية في تعاونه مع جبهة التحرير الوطني على تحرير بعض الوثائق المقدمة لهيئة الأمم المتحدة، اختطفته عصابة اليد الحمراء وأعدمته دون محاكمة يوم 10 أكتوبر 1957، ولكن رحمة الله عليه. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.